اسماعيل الجاكيتي نسخ المدوي الكره تتعدى مره اخرى لصالح الاتحاد الطويل ممتاز العمل مراوغه هو تسديد هو الحارس مره اخرى ممتاز الهدف الاول الهدف الاول الهدف الممتاز ثم العوده لخميس الثامري الجزيره الثانيه يكون مآلها الشباك طبعا هدف يعني كنا نستنادي بكل صراحه بعد الضغط الكبير شوفوا العمليه الفنيه من هيثم المحمدي التسديده الاولى من محمود المسعي مزيد العونلي في المتابعة ترجع الكرة من جديد تحت فريق الجزاء والحارس ممتاز الحارس مرة أخرى أمام كرة وسيم مختار شوف الأول تابع المباراة تحسن أكثر وياخذ الكرة في الميديوتي We'll be right back.